علي بابا والأربعين لصا. قاسم وعلي بابا. كان في قديم الزمان أخوان يعيشان في بلاد الفرس، أحدهما غني جدا والآخر فقير جدا. الأول اسمه قاسم والآخر اسمه علي بابا. كان قاسم في البداية فقيرا مثل أخيه علي بابا، ولكنه تزوج من امرأة غنية، كان أبوها تاجرا كبيرا، ولما مات أبوها أخذ قاسم مكانه وأصبحت كل النقود له. أما أخوه علي بابا فكان متزوجا من امرأة فقيرة، ولم يكن يملك من الدنيا إلا بيتا صغيرا وثلاثة حمير، يذهب بها كل يوم إلى الغابة ليضع عليها الخشب الذي يقطعه من الأشجار، ثم يعود ويبيع ذلك الخشب في السوق ويشتري القليل من الطعام ويعود إلى بيته في المساء متعباً.